خلدت السفارة الفلسطينية في نواكشوط يوم الأسير من خلال وقفة تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية حشدا وتأييدا لقضيتهم في سياق اليوم العالمي للفت أنظار العالم للمآسي والمعاناة التي يتعرض لها الأسرى بشكل يومي. ويحيي الفلسطينيون هذا اليوم داخل وخارج فلسطين بأنشطة متنوعة، ويسعى نشطاء فلسطينيون وأنصار للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من دول مختلفة إلى تدويل يوم الأسير عبر إقامة فعاليات وأنشطة في عدد من دول العالم لتسليط الضوء على هذا الملف. ويتزامن هذا المهرجان التضامني مع الإعلان عن انطلاقة الخطوة النضالية بالإضراب عن الطعام وخوض معركة الأمعاء الخاوية من قبل الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية لانتزاع حقوقهم الإنسانية من بين أنياب إدارة السجون الإسرائيلية القمعية، والتي يقودها الأخ القائد الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث دخل اليوم فعلياً في الإضراب عن الطعام أكثر من 1500 أسير فلسطيني، وسوف يتبع ذلك دفعات أخرى من الأسرى إن شاء الله. وتهدف الأنشطة التي تقام في هذه المناسبة إلى تحريك قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وإبراز معاناتهم والتأكيد على حقوقهم التي كفلتها كل القوانين الدولية، وأهمية وواجب نشر قضيتهم والدفاع عنها بشكل مستمر. سوف نتلو عليكم بيان الأخ مروان البرغوثي ومطالب الإضراب التي رفعت من قبل الأسرى المضربين عن الطعام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وللعلم بدأت إدارة المعتقلات اليوم بحمل التنقلات وإجراءات قمعية بين السجون، وقامت بعزل قيادات الحركة الوطنية الأسيرة من بينهم الأخ مروان البرغوثي وكريم يونس وآخرين، تعتقد بذلك أنها قد تجهد هذه الخطوة النضالية. وتقول مراكز حقوق الإنسان الفلسطينية إن سلطات الاحتلال نفذت نحو 1,000,000 عملية اعتقال ضد الفلسطينيين منذ يونيو حزيران 1967، ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 7,000 أسير فلسطيني موزعين على 22 سجنا داخل الأراضي المحتلة تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، ومعسكري اعتقال في الضفة الغربية المحتلة تابعة للجيش مباشرة. ومن ضمن هذا العدد توجد 62 أسيرة، بينهن 14 فتاة دون سن 18 و300 طفل وفتى دون سن 18 عاما. ويعاني 150 أسيرا من أمراض مزمنة وخطيرة، وتوجد نحو 700 حالة مرضية مختلفة في ظل إهمال طبي شديد ومتعمد من قبل الإسرائيليين. ويقضي 500 أسير فلسطيني أحكاما بالمؤبدات.